معاكم عزوز منقي واسعد الله مساءكم بكل خير. احلى فيديو مع ريادة المثل قبل العصر. طبعا لسه بادئ ورجعنا لكم تاني نعمل فيديوهات بعد ما كنت مريح اسبوع. يلا بينا نبدا ريادة المثل، وعايز اقول الواحد يستمر على ريادة المثل. اللي يعمل رياضة يعملها كل يوم ما عدا يوم راحة بس في الاسبوع، لان ترك الرياضة الاسبوع كله يخلي الكسل عندك يزداد، يخلي عندك الهمد يزداد. فلازم ان الواحد يعمل رياضة كل يوم. ممكن تريح مرتين في الاسبوع بس تستمر على الرياضة كل يوم. ممكن تريح يوم يومين. انا عن نفسي خدت راحة اسبوع، راسي كانت تقيلة، بقيت بنام كتير رغم ان الدنيا حر، لكن لازم الواحد يبقى عنده إرادة وعزيمة ورياضة يستمر عليها. وده فيديو جديد النهاردة الأربع في 30 ذي القعدة، في آخر شهر ذي القعدة. أحلى يوم مع ريادة المس، وعايز أقول الجو ده حر، واللي ساعدنا على إني أوصل لحد كوبري السلة وهو حاجة واحدة بس، كوباية الإسبريسو. باور، تركيز، تحت على الدماغ. وعايز كل الفلوتيب يتفاعل ويشترك. اللي أول مرة شفته في القناة اشتركوا كتير واعملوا لايكات كتير مع تعليقات الحلوة مع تفعيل الجرس.